أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج قاسي الكلام. اليوم جئنا لأهم منطقة يتجمع فيها الشعب العراقي، وذلك بغية المطالبة بالإصلاح. جئنا إلى هذه الخيم التي يملأها الوجع وتملأها الذكريات، التي تخطها على جدران كونكريت المنطقة الخضراء. جئنا لنبين لكم من هؤلاء، ماذا يفعلون، بما يفكرون، وما هي نواياهم، ماذا يريدون. يطالبون بالإصلاح، وكل على طريقته الخاصة التي تعتمد في أساسها على العراقية الأصيلة. وبالتالي هؤلاء هم عراقيون حقيقيون ثابتون باقون في أرض الوطن، لم يسافروا ولم يهاجروا، ولكنهم يطلبون شيئا واحدا فقط، هو الإصلاح. ترى كيف سيتم هذا الإصلاح؟ وهل باستطاع الحكومة العراقية أن تحقق الإصلاح في ظل هذا الضغط والخلافات بين الكتل السياسية؟ سنضعكم اليوم مشاهدين الكرام في صورة الحدث، منتظرين خطابا مهما بعد قليل لربما سيقلب موازين الأمور مرة أخرى. تعالوا معنا مشاهدين الكرام في هذه المنطقة لنبين لكم بالضبط ماذا يحصل. من أبرز النقاط المهمة التي يمر بها المشهد السياسي اليوم هي مطالب المعتصمين. مطالب المعتصمين قدمت إلى الحكومة العراقية، وعندما دخل السيد مقتدى الصدر على خط التظاهرات قلبت الموازين، وهذا دليل واضح على أن الأمر أصبح يحتاج إلى رجالات حقيقيين ينسجمون وفكر المطالب، لأن العراق اليوم لا يتحمل العبثية ولا يتحمل التأجيل. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة مهمة جدا، هي تتلخص بتطبيق الإصلاحات وإخراج المفسدين، هؤلاء المفسدين الذين عبثوا بمقدرات العراق وبحياة المواطنين، تفجيرات مزقت أوصال الوطن والمواطن العراقي يصبر، سراق يسرقون قوت الشعب والمواطن العراقي يصبر. وبالتالي ما هو الحل؟ السلام عليكم، شلونكم سيدنا؟ شو صغاتي؟ الله يسلمك. عرفنا بنفسك. عضو مجلس الشورى سيد عبد الجبار البعاج. شو سبب وجودك اليوم هنا؟ لخدمة المعتصمين وزيارتهم والتبرك بهم. أكيد وجودي هنا شرف إن لعلق نساهم بجهودهم هنا إن شاء الله في إصلاح الوضع الموجود في البلاد. سيدنا، باعتباركم يعني موجودين هنا، هل من دروس توعوية تعطوها إلى المعتصمين هنا في هذا المكان؟ أنا ربما أكو دروس، أنا ما أعلم بهذا، أنا فقط يعني زيارة تفقدية وراجع إلى النجف الأشرف. أكو دروس ما أعرف، أكو ربما أكو موجود ما أعلم. طيب فقط. كيف وجدت تعامل المعتصمين مع القوات الأمنية؟ الحمد لله كان يعني تعامل لطيف وجميل، وجزاه الله خير الطرفين ملتزمين بالأوامر، خاصة طرف المعتصمين بأوامر اللي تصدر من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. جزاهم الله خير جزاهم. شكرا جزيلا. إذن مثل ما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نحن نسير بالقرب من هذه الخيم الموجودة اللي من المفروض يعني أنه. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ عرفنا بنفسك. علي كريم محافظة بغداد. وانت حبيبي؟ حسن حسين محافظة بغداد. وانت قلبي؟ عبد السادة محافظة. انتوا البارحة بايتين هنا؟ ان شاء الله اليوم الثاني لنا. الثاني، وهذا يعتبر اليوم الخامس اليوم مو؟ لا اليوم الثاني ان شاء الله. لا مو انتوا، بس هو اليوم الخامس مو؟ الاعتصامات كل. يعني هنا شلون ترتبون الاكل النوم الكذا؟ والله موجود خير من الله، الاكل خدمات اهل المواكب ما مخلينا عازه ابد. مو بس هيك يعني، هم محافظين دا اشوف على النظافه وعلى النظافه. احنا نفسيتنا يفترون علينا ينظفون الخيمات ان شاء الله، احنا نمشي عليه. شنو هي الاوامر، شو تقول؟ والله اوامر السيد يعني ما يريد اهتافات تابعه له، كله للشعب ان شاء الله، اخوان سنه وشيعه ان شاء الله،
شاء الله ما نعوف اهتافات. بالتالي انتم توجهون رساله للحكومه، رساله سلميه انه انتم معتصمين اليوم هنا بهذا المكان بغيه الاصلاحات وليس الا مو اصلاحات وايضا تغيير المفسدين. واحنا ان شاء الله باقين على سلميتنا وما نسوي اي شيء ان شاء الله. احنا بامر السيد، السيد شيل ميمنا احنا رقابنا له ان شاء الله. يلا الله يحفظكم ان شاء الله. الله وبالتالي يعني حدثت مجموعه من التغيرات في طريقه التعامل مع المشهد السياسي اليوم. ربما البعض يرى ان هنالك ضغطا كبيرا من قبل ما حصل اليوم سياسيا على الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء باعتباره اصبح على المحك. هناك من يطالبه باصلاحات جوهريه وليست مجوفه، وبالمقابل هنالك كتل سياسيه ربما هذه الكتل لا تريد ان تقدم البدلاء ولا تريد ان تقدم يد المساعده له، لذلك فهو اليوم امام نارين. مطالب المعتصمين هي وزراء جلب، وزراء تكن قراب وليسوا متحزبين لجهة سياسية أو كتلة سياسية. طيب كيف يمكن تطبيق كل هذه المطالب وهذه الأمور في ظل هذا الصراع السياسي الموجود داخل المنطقة الخضراء؟ أيضا لدينا العديد من التساؤلات عن موقف الكتل الأخرى مثل اتحاد القوى، كيف ينظر إلى المشهد السياسي اليوم؟ هل سيزج بوزراء تكنقراط أم سيكتفي بالقول أو يعني يبدل الوزراء الحاليين بوزراء أيضا ينتمون إلى أحزابهم؟ هل باستطاعتنا أن نميز من يريد أن تشتعل حرب شيعية شيعية؟ تساؤلات عديدة مشاهدين الكرام. اليوم نحن في نحاول أن نحاور ونحاول أن نجد الحلول إذا استطعنا طبعا. ومثل ما قلت لكم ننتظر اليوم كلمة للسيد مقتدى الصدر ربما ستضيف توازنات أخرى وتقلب توازنات. السلام عليكم. عليكم السلام طلع. عرفنا بنفسك. عيني هاشم عبد أبو علي الأقيلي. طبعا فرصة ثمينة للسيد العبادي مع الأسف ما استغلها. أولا شعب، مرجعية، قائد، كلها معاه. ما احنا ما طالبين أكثر من الإصلاحات، احنا ما طالبين أكثر من القضاء على الفساد، قضاء الفساد في كل النواحي بكل دوائر الدولة. ترى هو الفساد ما يشمل الوزراء، لا يشمل الوكلاء. نعم. مدراء العامين. نعم. نعم. إلى غير ذلك. فهو متغلغل في كل. احنا من قلنا يعني احنا من قلنا التغيير او من قلنا يعني ما خصصنا بس الوزراء. لا شلع على قولة السيد القائد، شلع قلع، الكل تتبدل بما فيهم مدراء الناحيات، مدير الناحيه، موظف فاسد بالجنسيه، بالجوازات، كلها الفساد وكلها. ومع الاسف الكل كل واحد وسياسته، يعني كل واحد وحزبه. تلقى من حزب الدعوه، من مجلس الاعلى، من هذا سني وهذا شيعي، وخلونا احنا نتقاتل فيما بيننا. جوع، عطش، بس احنا الحمد لله ماكو قتال فيما بيننا. ماكو قتال، احنا ماكو قتال، احنا اهل. يضربني انا احترمه، القانون يجب ان يحترم وينفذ ويطبق القانون. نعم نعم. السيد القائد اكد الدوائر مالتنا، المؤسسات الدوله انه. زين انت حضرتك ايش تشتغل؟ انا عامل كاسب والله ما اشتغل. ايش قد يوميه يعني تكسب؟ ايش قد يوميه تطلع يعني؟ ثق واعتقد انا معتمد على ابني يشتغل بالعماله. نعم اي والله. انا عندي ابني محمد بصف الاول متوسط، ها عيني تارك، وهسه يشتغل بالعماله. اقسم لك بذات الله هسه هو يشتغل بالعماله لحد الشمال. زين انت بيتك ملك لو ايجار؟ لا انا ملك الحمد لله. بس تجاوز. تجاوز؟ نعم. وين قاعد والله؟ انا قاعد بالشيشان. وين صايره هاي؟ حيور. حيور الشعب. نهايه حيور؟ نعم نهايه حيور. الشيشان يسمونه حي الرايه. وننتظر رحمه الله ورحمه الجماعه حتى حولونا اياها من الزراعي الى سكني. وكل شيء ماكو. اخذ فلوس، اعطيني 10,000، اعطيني 25، هذا المحل. نعم. اذا مشاهدي الكرام هسه مثلا وحده استاذ هاشم يعني عراقي اصيل، وانا متاكد انه هو عانى معانا بالعراق مثل ما كنا عانينا، وبالتالي قاعد التجاوز.
إيها من يقبل؟ قاعد بتجاوز. الناس هسه تسافر، هي مو دعوة أشجع الناس تسافر، بس يسافرون خارج العراق الأوروبا يحصل اللجوء يطهم شقة، وإحنا هنا ببلدنا كل شيء ماكو. على أي أساس قاعد بالحواسم أو بالتجاوز؟ وأكو هواية قاعدين بالحواسم، وأكو هواية قاعدين بالعشوائيات، ورحنا صورناهم وشفتوهم. زين إلى متى؟ إيش وقت يصير؟ إيش وقت يصير العراقي مرتاح في بلده؟ إلى متى؟ الناس طالعة على هذا الموضوع، ومواضيع كثيرة ذكر مسألة الجوازات والجنسية وغيرها والعديد من الفساد الموجود في أروقة الدولة، وكليتنا نعرفه يعني ما يحتاج نضمه. سؤالي، في وزارة التربية تعمل سايق، من خلال تواجدك بالوزارة شلون تشوف عمل الوزارة؟ أيضا المدراء العامين أكيد يصير حكي من نام من نام كذا، الوزارة شلون ماشية هاي وحدة، وشلون تشوف واقع التعليم بالعراق؟ واقع التعليم فاشل. ليش يعني فاشل؟ فاشل لأن المدراء ملتهية بالسفر وبالإفادات، وأكو وزير مو مهني، ووزير دا يعين من شهر الرابع، منعت أكو قرار منع التعيين بشهر الخامس، هو دا يعين بتواريخ قديمة. بس أرجو منك ومن هاي ذاعتك هذا صوتي تبثه، وما خايف لا من وزير ولا من أكبر واحد. زين عندك أولاد بالمدرسة؟ هذا حقيقة جاية. جيد، عندك أولاد بالمدرسة؟ أولاد؟ نعم. جيد، حكومي لو أهلي؟ لا حكومي. زين شلون دا شوف؟ شلون من دا شوفهم يجي من المدرسة؟ شلون دا شوف المدرس أو المعلم دا يتابعه يدرسه بشكل زين؟ لو أنت دا تتعب وياه بتضطر تخليله خصوصي إلى غير ذلك. والله هي أنا عندي إيجار، قاعد إيجار 500، راتبي 600، دا أجيب 500 أعطيها للإيجار و50 للسحب، و50 عندي بنية فاطمة بصف الخامس ابتدائي. أنا سألتك إنه فاطمة من تجي من المدرسة دا تشوفها دا تفتهم بالمدرسة؟ لا. المدرسين دا يشرحوا لها بشكل صحيح؟ لا. لو دا تجي لا والله يعني مو ما مسيطرة على المادة. ما مسيطرة على المادة، وهي دا تعتمد على نفسها مو على المدرسة، على نفسها دا تعتمد. وأنتوا هم تساعدوها غير؟ نعم. وبالتالي أشرت إنه أكو خلل بالمدارس. نعم. وبالتالي خلل في الوزارة أو المديريات اللي تابع المدارس. نعم. 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 زين هسه انت سبب وجودك هنا شنو؟ بأمر السيد القائد مقتدى الصدر. اللي هو شنو؟ الإصلاح. طلب الإصلاح. طلب الإصلاح. وطلب إصلاح المحاكم اللي جوني بيها القضاة الفاسدين. زين. أرد أسألك سؤال بخصوص هسه الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء ربما لحد الآن يملك الفرصة، مو؟ يملك الفرصة على اعتبار أنه العديد من الإشارات تؤكد ذلك. طيب بعض الكتل السياسية لا تقدم له يد المساعدة، إذن شو يسوي؟ يا أخي كما طلعوا الناس بالإذاعات قالوا ينزع عباته اللي هي عبات حزب الدعوة، يذب عباته يصير رجل وطني عراقي ينصر أخوان العراقيين لا غير. يعني أنت برأيك أنه يطلع من حزب الدعوة حتى يقدر ينفذ الإصلاحات؟ لكي ينفذ الإصلاحات وينجح في مهمته. أنا أشكرك جدا، أشكرك جدا. تفضل حبيبي، عرفنا بنفسك. إني المعتصم رائد فارس حسين من أهالي الحسينية، حسينية الراجدية. طبعا حي قناتكم قناة بلاد الموقرة. طبعا مثل ما وصل السيد القائد الله يحفظه مقتدى الصدر أنه القنوات هذا حدث شعبي هام في العراق، نادرا أنه تشوف القنوات اللي جاية تبث وتصور هذا الحدث. نطالب بالإصلاح. يعني أنا هسه عن نفسي، انت شو تشتغل؟ والله قاعد بالبيت. عندي اخوي ايضا خريج بكالوريوس اداره واقتصاد، يشتغل حمال بالشورجه، واخوي الثاني اي بالضبط. عندي والدي على تقاعد صار له يراجع عليه اكثر من سنه، والتاجيل ما يصير اسبوع اسبوعين بينما شهر وشهرين. هذا كله فساد في دوائر الدوله. وانت خريج شنو حبيبي؟ طالب ثالث متوسط. نعم نطالب بهذه الاصلاحات، ان تنزال هذه الشله الفاسده من الدوائر الحكومية، من وزراء. زين أستاذ رائد حبيبي، اليوم الفساد موجود في أغلب دوائر الدولة، أغلب دوائر. شون من الممكن أنه نخلي آليات لطرد المفسدين؟ اليوم اللي ما يبوك صار هو الشواذ، مو؟ وبالتالي هاي يعني عملية صعبة جدا. أنت من خلال خبرتك، من خلال رؤيتك، من خلال تواجدك هنا، الآراء اللي انطرحت، شون نقدر نحل هذا الموضوع؟ إذا هو المشكلة مثل ما نقول كبير العشيرة يبوك، فالبقية شو ما تبوك.
انا رحت اسوي رقم الشاصي مال سياره بقمارقه بغريب خلي اذكرها. ثلاث اشهر انا رايح جاي وكانت بخطوره الوقت، يعني ما اقدر استنسخ استنساخ طبع اذا ما تحط له 5000 او 10000. زين يمن تشتكي والمدير كلها يمه، احنا لازم نسرع الشباك ساعه وساعتين والناس اللي تطي فلوس تتخلها من الباب ويخلص شغلتهم. يمن تشتكي. لذلك احنا نؤيد السيد القائد مقتدى الصدر الله يحفظه، هاي الجماهير هاي الناس كلها تؤيد هذا الشيء، المرجعية أيضا مؤيدة لهذا الشيء. نطالب أنه إن شاء الله بيده وبيد عزم إن شاء الله الناس اللي موجودة إن شاء الله يصير تغيير للمفسدين من وزراء من مديرين أعمال من شارع قلع مثل ما قال سيد، الكل إن شاء الله تتبدل وإن شاء الله تنزل هذه. مشاهدينا الكرام، واحدة من أهم الأمور التي تفضل بها سيد مقتدى الصدر هي تعليمات، هاي تعليمات وجهها للمعتصمين، طبعا هي 24 نقطة مهمة جدا. طبعا بتاريخ 19 آذار 2016 راح أقرأ لكم مجموعة من هاي النقاط وأتناقش بها ويا الموجودين. النقطة الأولى هي الحفاظ على سلمية الاعتصام ويمنع حمل أي سلاح. أكو واحد بيكم شايل سلاح؟ مظاهرة سلمية مساندين القوات الأمنية أيضا. بس العلم عراقي شايلنا بس العلم. الحفاظ على مظهر الاعتصام فهو ليس مظاهرة، إذا هو هنا موجود معتصمين وموجودين وشفتوهم بعينكم. طيب الحفاظ على أعلى مراتب التنظيم فهذا يعكس صورة جيدة عن العراق والعراقيين. هسه مو هم اللي راح يقولون، احنا اللي شفناه بعنا، مكان منظم ومحجوز، وبالتالي اكو، بس اسمح لي حبيبي، اكو خيام، مكان نظيف مرتب، اكو جهات إعلامية دا تستقبل الإعلاميين، استقبلونه حسب الأصول وباجات، وشيء مرتب وراقي جدا بصراحة. بالإضافة إلى ذلك أنه طريقة التعامل مع الصحفيين محترمة، شفت العديد من القنوات حتى قنوات أجنبية مشانت تصور، وبالتالي هذا إشارة واضحة أنه تعامل وتطبيق للتعليمات بشكل دقيق. زين، بعد شنو؟ توحيد الهتافات الموحدة الوطنية البعيدة عن ذكرنا مطلقا. يعني شنو هاي حجي؟ توحيد الهتافات الموحدة الوطنية البعيدة عن ذكرنا مطلقا يعني شنو؟ نعم، توحيد باسم العراق، باسم الشعب، باسم الوطن، باسم الدين، وطرد كل المفسدين، وطرد كل المفسدين، طرد كل الحكومة، لأنه الحكومة ما بنت بنيان مع الشعب، ما بنت، لا بنت مدرسة ولا بنت شارع ولا بنت واير كهرباء، ورجعت قتلة الشعب على البطيء. سحبت الرواتب من عنده المتقاعدين. شنو المتقاعد؟ قوة عايش بالقدرة. سحبت الرواتب وغلت المستوصف أو المستشفى، يعني غلت من 500، احنا نعمل تنزل الخمسمية سوى 5000 أو 2000 أو 3000. نحن هنا قاعدين، كل احنا قسم من الشعب، وهذا رأي الشعب كله، كل العراقيين مجتمعين سنة وشيعة وكل طوائف العراق. البعض أرد أسألك حجي، أول مرة عرفني باسمك حبيبي. أبا رسول الفريتي، شرف بك حجي. البعض شو يقولون؟ يقولون اليوم الشيعة راح يتناحرون بيناتهم وواقفين يتفرجون، شو تقول لهم؟ لا، أقول لهم خطأ هذا كلامكم، ما نتناحر ومتكاتفين، بس فقط المفسدين نطلعهم من بلدنا، وكل احنا ايد بايد، احنا والأمن الموجود واحد يبكي على الثاني، ومتماسكين ان شاء الله، وما حد يهززنا، والله يدخل في قلوب الكافرين الرعب. زين، اكو قنوات حجي، اكو قنوات هسه دا تشتغل على هذا الشيء، انه تحاول تأجج موقف معين ضد موقف، وذلك من اجل تقسيم وحدة وكلمة العراق. شو تقول لهم لهاي القنوات الصفراء؟ كل احنا واعين ان شاء الله، هاي القنوات ترجع الى اماكنها، وهاي قنوات نعتبرها منافقة، ونعتبرها اساس اسرائيل او اساس الخراب مال العراق. انا اشكرك حجي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. واحده من التعليمات الاخرى مشاهدينا الكرام ذكرت في النقطه رقم 14، يقول ان الاعتصام عراقي، ان الاعتصام عراقي،
لا صدري ولا للسرايا أو أي جهة أخرى تابعة لنا على الإطلاق، والمخالف عاصي. وبالتالي هذه إشارة واضحة بأن المعتصمين هم يمثلون أطياف الشعب العراقي، وبالتالي هي رسالة إيجابية يقدمها من يقدمها، جل احترامنا إليه، لكل السياسيين ولكل الشعب العراقي، بأن المعتصمين هم عراقيون يطالبون بالإصلاح، ليس إلا الإصلاح، الإصلاح ثم الإصلاح. وبالتالي عليكم الإسراع، وكفاكم المتاجرة بدماء العراقيين، كفاكم. طيب، هنالك واحدة من النقاط الأخرى أيضا، عدم قطع الطرق والإضرار بالمصالح العامة. أنتوا سديتوا الطرق؟ لا أبد. الشوارع كلها مفتوحة. الشوارع كلها مفتوحة. كلها مفتوحة ومتعاونين. متعاونين ويا الناس كلها. ما عدنا ما قاطعين أي طريق. أي طريق ما مفتوح. طب للخضرات تطلع ما نشغل. ما نشغل. سياراتهم جاية طب وتطلع ما نشغل. ما نشغل. ما نشغل. ولا تأذوهم. ولا تأذوهم. ولا تأذوهم. ولا تستفزوهم. سلمية. 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 بس هذا سلاحنا، هذا سلاحنا. ما عندناهم من الشيء، ما لنا شغلة بيهم. يروحون يجون ما لنا شغلة. نشوف الحج يقول حجي. هذا لي قطع الطريق، يعني بالإيذاء، يعني الإيذاء على المواطن، الإيذاء على السلطة إذا تريد تتحرك. هذا القطع، ما قطع يعني إنه نقطع طريق. إحنا معتصمين وملتزمين بوصايا، يعني بوصايا المسؤولين على التنظيم، المسؤولين على تنظيم الاعتصام، المسؤولين على التنسيقية الاعتصام، ملتزمين بهذه التعليمات أستاذنا العزيز، إنه لا نقطع طريق ولا نأذي أحد ولا نعتدي على ممتلكات ولا كذا. وانت اللي تشوف مثل ما ذكرت انت من ساعة، إنه قبل شوية ويا الحجي، إنه تناحر الشيعة. من المقصود يعني شيعة السلطة أم شيعة المعتصمين؟ الشيعة عموما. من المقصود؟ الشيعة اليوم العراق. حجي بس اسمع لي يابا، أنا مثل ابنك حبيبي، وبالتالي أنا أريد أنقل صورة للمواطن العراقي اللي قاعد ببيته، سواء كان شيعي أو سني أو من غير طائفة أو اللي عايش برا خارج العراق. اليوم المعتصمين موجودين، دي يمثلون، احنا دا نشوفهم. انا برنامجي اسمه قاسي الكلام، يعني اللي بس اشوف شيء سلبي اقوله، دا تفهمني، وبالتالي دا اشوف ايجابيه عاليه دا انقلها للعالم حتى يعرفون المعتصمين منو، المعتصمين شنو. اكو بعض اللي يردون يمزقون وحده العراق. تعرف اليوم لما اكو معتصمين يمثلون ربما جهه معينه بنسبه كبيره، مع وجود اشخاص اخرين يعتصمون معهم من جهات اخرى، ولكن الجهة الأغلب معروفة، وبالتالي يريدون أن يبرزوا مسألة مهمة، ألا وهي أنه إذا ما استمر الوضع على هذا الحال سيكون هنالك صراع شيعي شيعي، ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع. بالتالي اليوم علينا أن نفهم، أن نفهم اللعبة، أن نفهم بما يخطط الأعداء. هذا كان قصدي. نعم جزاك الله خير. هو الاعتصام لا يمثل الشيعي ولا يمثل السني فقط، ولا يمثل يزيدي فقط ولا الصابئ فقط، وإنما يمثل كافة شرائح المجتمع العراقي الوطني. ولا يحملون المعتصمين غير العلم العراقي والهتافات الوطنية، حبا للوطن، حبا للعراق، كرها للمفسدين. هذا ولا أكثر ولا أقل. أكو نقطة رقم تسعة، توحيد المطالب وإعلانها بين الحين والآخر من قبل الناطق الرسمي للاعتصام، والابتعاد عن المطالب الشخصية. عندكم مطالب شخصية لو شنو؟ لا مطالب شخصية. مطالب الشعب العراقي كلنا نطالب، ولهذا ما نتنازل من حقوق الشعب العراقي. احنا مبقنا، وبالتالي العملية مبقنا، ظهر الأحمر مبقنا، ظهر الأحمر. ايش خلوا بالعراق؟ ايش خلوا بالعراق؟ ايش خلوا؟ انهبوها من 2003 لحد الان. اللي قدوا اسرطتك هالورقه مو زينه، تعطينيها احسن لو ترجع لها اسوء. لازم ترجع لها احسن. لا ما اعطيتني الاحسن. ليش؟ تريونات وين راحت؟ تريونات وين راحت؟ 13 سنه تعيش العراق 90 سنه اسوء على اسوء جاي يصير. تعيش العراق 90 سنه وين راحت؟ حتى الحصه جاي هذا على الفقير. هسه 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 شنو نطالب الحكومه؟ العفو، نطالب الحكومه بالاسراح، ترى تاليها مو زين، تالي على المفسدين مو على العراقيين. احنا جينا طالب كل حقوق العراقيين، من البصره للفاو، من الزاخر للفاو. اسم حضرتك؟ نعم اسم حضرتك. الشيخ حميد بسمار كريم رديني. زين، باعتبارك شيخ، شيخنا. نعم. السيد قال
لا بأس من تقديم دعوات إلى بعض الوجهاء والعشار والعلماء للاطلاع على الاعتصام والاشتراك الرمزي مع المعتصمين. موجودين شيوخ وشيوخ أجلاء، شيوخ عشائر، شيوخ رجال معممين من السنة والشيعة، وكل طرف موجودين هنا سويانا بالاعتصام موجودين. زين شيخ، ما أنت شو تشتغل؟ أنا موظف جديد بالتربية. بالتربية؟ نعم. اليوم كلها بالتربية هنا موجود. 12 طفل عندي. الله يحفظهم. 12 طفل. إيه. بيتك ملك لو إجا؟ لا والله حواسي. حواسي وين بيا مكان؟ بالميدان بالجعالة. إيش قد مساحته هذا؟ والله يمكن 200. 200. زين ليش حواسم؟ مو المفروض يصير عندك بيت ملوك؟ والله يا ريت عندي شبر طاب وابني برج واقعد جهالي فوقه، لكن شبر طاب بالعراق ما عندي، لا انا ولا عائلتي كليتنا. قد عمرك؟ 45 سنه، ما 69 46 تقريبا. ما عندك بيت؟ ما عندي بيت ابدا. زين شلون مرتب امورك وشلون كذا؟ والله بطلت اثنين من المدرسه يشتغل عماله. بطلتهم؟ بطلتهم من المدرسه يشتغل عماله يساعدوني لان ما اقدر. ما تقدر؟ ما اقدر. ما اقدر. زين كهربائك شلون؟ بالاسبوع مولده شلون؟ كل اسبوع يصطحين. كل اسبوع يصطحين. وشكر ما انه ما يكفي، كل شيء الحصه ما تكفي نهائيا. يعني شنو شاكل شجره؟ لازم ابطل اثنين مدرسه. هاي حصه ما. هذا البيت باني من البلوك؟ لا والله هيك كسر وطين وقعد. من هذا هيك ما سندويش بنل هيك؟ منين اجيب هذا؟ غالي هذا. غالي هذا. اخي اقول لك انا شيخ رئيس مخذ كل العالم كنت تعرفني اهل المدان يعرفوني. الله وكيلك اداني 25,000 دينار وجيت. صور يابا صور. هذا 25 دين بعدها مطبق داينت وجيت 25 داينت دينت وجيت الاحتصام ومسؤول عن كلامي واذا تدري شخص داينت من عنده اقول لكم اسمه يا ابا الله يحفظك ويدرون هذا بالمنطقة طبعا يعرفون. السلام عليكم. السلام. عرفنا بنفسك. علاء خالد احد المعتصمين. اول مره شلون اشوف الخدمات المقدمه هنا؟ خدمات جيدة جدا وتعاون جدا فعال وجميل من قبل المواطنين مع المعتصمين والتبرعات مستمرة للمواكب ونحن الآن جئنا بعدد من التبرعات والمواد لهذه المواكب إن شاء الله دعما للمعتصمين. شلون تشوف المعتصمين اليوم شلون يتعاملون ويا القوات الأمنية حتى فيما بينهم أيضا حتى في طريقة تعاملهم مع يعني الدور الموجودة قريبة من مكان الاعتصام؟ حقيقة هذا الاعتصام يعني يمثل صورة مشرقة عن طبيعة المجتمع العراقي الذي أراد الأعداء تشويهه من خلال العمليات الإرهابية وبث الفتنة بين المجتمع. الآن نحن نرى المعتصمين بانسجام تام مع القوات الأمنية وكذلك المواطنين أهالي المنطقة متعاونين مع المعتصمين من ناحية تقديم الخدمات. الشيء الآخر لا يوجد ما يضر المنطقة لأن لا توجد أصوات ولا بحيث مكبرات صوت. المعتصم ملتزم بكل التعليمات اللي وجهت إليه التي وجهت من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. زين أريد أسألك باعتبارك يعني أنت موجود ومعتصم هنا بهذا المكان، شلون نشوف اليوم وضع الحكومة هي على المحك الحكومة اليوم كما يرى مراقبون وبالتالي الضغوطات عليها كبيرة، شو تنصح الكتل السياسية شو تسوي يعني؟ حقيقة أن ننصح الكتل السياسية أن لا تقف أمام هذا السيل الهادر وقوفا بالضد، وكما قال الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقيدي أن ينتصر. إرادة الشعوب دائما أقوى من كل المتسلطين ومن كل الحكومات. الآن الشعب لمدة 13 عاما عانى الويلات وجرب المجرب والمجرب لا يجرب، والآن سماحة السيد مقتدى الصدر طرح مشروعا الذي هو مشروع التكنوقراط، وهذا المشروع لم يأتي فقط من متبنيات أفكاره وإنما بعد استشارات مع الخبراء وذوي الشأن من الذين لديهم خبرة في كل مجال مجالات الإصلاح التي قدمها سماحته. لكن برزت مفردة التكنوقراط السياسي وبالتالي يعني هل سيميع هذا الموضوع مرة أخرى بزج وزراء تكنوقراط ينتمون لكتلهم السياسية والعملية أيضا تحزب ليس إلا؟ حقيقة الشعب أصبح واعيا ولا تنطلي عليه هذه الحيل السياسية بين قوسين. تكنوقراط سياسي ماذا يعني تكنوقراط سياسي؟ مجرد أنه يتبع إلى كتلة معينة أصبح حزبي وإن كان أصله
مستقلا، راح ياخذ توجيهات الحزب والكتله. تفاصيلاني منهم تعالوا يا زين. اريد اسالك سؤال، يعني شلون تشوف دور الولايات المتحده الامريكيه؟ شلون تشوف دور السفاره الامريكيه هنا في بغداد؟ شلون تتابع الموضوع؟ هل هي مع المعتصمين اليوم؟ انتم كمعتصمين شلون تتابعون تحرك سفارة الولايات المتحدة الأمريكية هنا في بغداد؟ صراحة السفارة الأمريكية سيما وأن السفير الأمريكي ذكر بأن دكتور حيدر العبادي يستطيع أن يغير ويستطيع أن يطبق الإصلاح، أنتم شلون قرأتوا هذا الكلام؟ نقرأ هذا التصريح أنه سعي من الحكومة الأمريكية إلى سحب البساط الإصلاح من تحت سماحة السيد القائد مقتدى الصدر والشعب العراقي. باختصار وبالعامي ما يريدون الشعب تكون إله هو السبق، قصب السبق والرائد في الإصلاح. يريدون أن ينفذوا توجهاتهم من خلال الحكومة التي يدعمونها هم. الحكومة هذه هي مشروع أمريكي، يعني مو الحكومة بتفاصيلها الدقيقة، لكن جاءت بانتخابات. القصد أنه المشروع الحالي ما بعد 2003 هو مشروع أمريكي، مشروع المحاصصة عفوا طرحه أول ما طرحه بول بريمر الحاكم المدني للولايات المتحدة فيما سبق، وهذا المشروع لا يكرس ولا يستمر إلا بهذا الشكل. فهم دعمهم للعبادي يختلف عن الدعم الذي قدمه الشعب وقدمه قائد الاعتصام والمرجعية السيد مقتدى الصدر والمرجعية والشعب. دعمت السيد العبادي ولكنه كما يقول البعض لم يستطع الاستفادة من هذا الدعم الكبير وهذه حشود الجماهيرية ودعم المرجعية ودعم كل الجهات الدينية في العراق، وبالتالي البعض يرى أنه ليست هي مشكلة العبادي، هي مشكلة كتل سياسية تمتنع من تقديم المساعدة للعبادي وإنجاح حزمة إصلاحاته. بالتأكيد العبادي لا يتحمل الدور أو الدور الأكبر في الإصلاح. العبادي رجل مقيد أولا بكتلته التي هي أكبر كتلة برلمانية، ومقيد بالكتل الأخرى، ومقيد بالتحالف الوطني، ومقيد بالسياسات الإقليمية والدولية. لكن طلبنا من أن يخرج من هذه الشرنقات ويكون عراقيا فقط، عراقيا لا ينتمي لا إلى حزب ولا إلى كتلة، وإذا فعل ذلك فهو يكون من الشعب ومنفذا لمطالب الشعب. والكتل الباقي شلون متمسكة؟ تقول لك أنا هذا استحقاق الانتخابي وهاي وزرائي، وإذا تردون أعطيكم وزراء تكنقراط أعطيكم، لكن بالحقيقة ربما هم متحزبين. الكتل تبحث عن مصالحها، ومن يبحث عن مصلحته ومن أخذ هذه الامتيازات ليس من السهولة أن يتخلى عنها. لذلك هو إذن العبادي أمام نار من كل الاتجاهات. العبادي بين رغبة الكتل السياسية والضغط الجماهيري، وهو الآن سيثبت مدى سياسته ومدى ذكائه القيادي إذا استطاع أن يخرج من هذه النارين. طيب اليوم أكو كلمة لسيد مقتدى الصدر، المفروض يعني عرفت شو وقتها؟ لقد نوه عن هذه الكلمة لكن لا نعلم متى وقتها، لكنها قريب إن شاء الله. إلى متى سيستمر هذا الاعتصام برأيكم؟ وما هي الأساليب التي لربما سيتم استخدامها في حالة انتهاء المهلة؟ صراحة الاعتصام أول ما نوه عنه سماحة السيد نوه أنه إلى انتهاء المدة التي حددها هو. شكرا جزيلا. شكرا لله. السلام على المعتصمين، السلام على الوطنيين، السلام على المرابطين.
السلام على الصابرين، السلام على المحبين للإصلاح ورحمة الله وبركاته. الشكر لكم من الله وليس مني على صبركم وثباتكم وتنظيمكم، وحياكم الله، وما تقومون به لهو أعلى مراتب الفناء في الوطن. أما بعد، على الوحدات التنسيقية الشعبية للإصلاحات المشكلة من قبل المعتصمين الأحباء والمرابطين أمام بوابات الخبراء، الأخذ بنظر الاعتبار النقاط أثناءها كمطالب شعبية تمثلهم وتمثل كافة الشعب بأطيافه وانتماءاته، ولا سيما بعد أن أظهر الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاثة مع بعض الكتل السياسية جهلها لمطالبكم، فنضع بين أيديكم ما يلي: أولا، الإسراع بإصلاح النظام السياسي، أي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ثانيا، تحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقل بكافة مفاصلها، ولا يختص ذلك بالوزارات فحسب. ثالثا، إلغاء المحاصصة السياسية بكل تفاصيلها، والتأكيد على مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا سيما الأقليات. رابعا، على القضاء العراقي النزيه محاسبته ومتابعته وملاحقته العناصر الفاسدة من 2003 وإلى 2016 وإيقاع العقوبة المناسبة له. خامسا، التأكيد إلزاما على استقلالية السلك القضائي وعدم التدخل في مجريات عمله. سادسا، تقوية دور القوات الأمنية بكافة صنوفها في الدفاع عن الأراضي العراقية والمصالح العامة الملقاة على عاتقها، وإبعادها عن الحزبية والطائفية. سابعا، الإسراع بتشكيل لجان متخصصة لتشريع قوانين من شأنها إصلاح النظام الاقتصادي والمالي ومؤسساته قبل وقوع الكارثة في البلد. ثامنا، استقلالية القرار الوطني للحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجيا. تاسعا، تشريع قانون تحضر فيه الأحزاب الدكتاتورية وعلى رأسها حزب البعث العراقي المجرم، وكذلك بقية الأحزاب الإرهابية المحظورة. عاشرا، وضع برنامج خدمي شامل للوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة، وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ هذا البرنامج الخدمي الذي يمس حياة المواطن خلال فترة محددة. حادي عشر، المحافظة على وحدة العراق برا وبحرا وجوا، وعدم المساس بأي شبر من الأرض المعطاء. ثاني عشر، تفعيل دور المواطنة. ثالث عشر، إعادة النظر والتدقيق ببعض مواد الدستور
وفقراته. رابع عشر التأكيد على استقلالية الهيئات المستقلة وعدم التدخل بشؤونها مثل مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات والبنك المركزي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة وديوان الرقابة المالية وغيرها. خامس عشر تفعيل دور الحوار في حل كل أنواع المشاكل والنزاعات السياسية وغيرها وتغليب العقل والمنطق قبل إعمال السلاح. سادس عشر دعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والقطاع الخاص وتشجيع المنتج العراقي واستغلال الأيادي العاملة العراقية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح ذلك بما يعزز موارد الدولة من الداخل. سابع عشر تشجيع الاستثمار الخاص من خلال بعض الامتيازات والتسهيلات للمستثمر. ثامن عشر تخصيص حصة لكل مواطن عراقي من عائدات النفط. تاسع عشر العمل على رفع مستوى التعليم وإبقائه مجانيا والعمل على تصحيح بعض المناهج. عشرون تحسين الواقع الخدمي ولا سيما الطاقة الكهربائية والمائية. 21 تفعيل التأمين الصحي والارتقاء بالمستوى الصحي. 22 الاهتمام بعوائل الشهداء من ضحايا الاحتلال والأعمال الإرهابية. 23 العمل على كتابة ميثاق إعلامي وطني موحد يمنع من خلاله نشر الأفكار الدكتاتورية والطائفية والكراهية وتجنب سياسات التسقيط. 24 الاهتمام بدور المرأة والطفل ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. 25 الحفاظ على التراث والآثار العراقية وإرجاع ما سرق منها ولا سيما من دول الاستكبار العالمي. 26 تفعيل دور المثقف من خلال إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والفعاليات الشعبية بما يعكس الوجه الثقافي والحضاري مع المحافظة على الآداب العامة. السلام عليكم جميعا. شلونكم شلون صار؟ كيف تلقيتم كلمة سيد مقتدى الصدر هذا المساء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاءت كلمة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر للتأكيد على مطالب المعتصمين والغاية من هذا الاعتصام، حيث أنه في الاجتماع الأخير للرؤساء الثلاث بينوا بأنهم لا يعرفون معنى الاعتصام ولماذا هذا الاعتصام، كأنهم يعني المسألة لم يطلعوا على مطالب المعتصمين. فسماحة السيد القائد أراد أن يبين لهم بأن مطالب المعتصمين هي نفسها التي أطلقوها في بداية الاعتصام ولم تتغير، ونحن ثابتون إن شاء الله على هذا الاعتصام ومستمرون به إلى تحقيق هذه إلى أن تتحقق هذه المطالب إن شاء الله. وأكيد لكل مقام المقال، يبقى السيد القائد هو بيده كلمة الفصل والخطوات التالية كلها بيد سماحة السيد القائد، هو الذي يأمر، وإن شاء الله جميعا نحن ننفذ هذه الأوامر، والغاية الحقيقية هي إصلاح الواقع العراقي
للشعب العراقي المسألة هذه التظاهرة وهذا الاعتصام ليس لأجل التيار الصدري وليس هناك مطالب شخصية للتيار كما اطلعتم على مطالب كلها مطالب وطنية لكافة شرائح الشعب العراقي وأهم هذه المطالب هو إصلاح السلطات الثلاث وإلغاء المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة غير تابعة للأحزاب الحاكمة. بالآونة الأخيرة برز مصطلح تكنوقراط سياسي بمعنى أن الكتل السياسية ستدفع بوزراء ربما جدد ولكنهم متحزبين لكتلهم السياسية. هذا المصطلح لا يكون الحل بل هو أصل المشكلة. لن يكون هناك حل إذا كان التكنوقراط سياسي من ضمن الأحزاب الحاكمة فأكيد سيعملون لصالح أحزابهم وبالنتيجة تبقى المشكلة نفسها. فلذلك رفض سماحة السيد القائد هذا المصطلح وأكد على أن يكون تكنوقراط مستقل غير تابع للأحزاب الحاكمة. واحدة من النقاط التي ذكرها السيد الصدر قبل قليل وهي دعم القوات الأمنية بكل صنوفها، كيف قرأتم ذلك؟ هذا ديدن سماحة السيد القائد والتيار الصدري منذ البدء أنه يدعم القوات الأمنية وشهد بذلك جميع القيادات الأمنية سواء كان في جبهات القتال أو في داخل بغداد أو في غيرها كانوا دائما داعمين ويد بيد مع أخوتهم في الأجهزة الأمنية وإن شاء الله لن يحصل أي صدام مع الأجهزة الأمنية لأنها إن شاء الله أجهزة وطنية والتيار الصدري هو تيار وطني يعمل لخدمة الوطن. هذه النقاط التي ذكرت قبل قليل هل نفهم منها أنها لحد الآن تدعم السيد العبادي؟ لحد الآن السيد لم يسحب هذا الدعم لأن ذكر بأنه هذا لدعم الإصلاحات الحقيقية ليس الإصلاحات الترقيعية. فإذا كانت إصلاحات حقيقية يتبناها السيد العبادي فأكيد أن هذه الاعتصامات تكون داعمة له. ما هي الرسالة التي توجهوها أنتم المتواجدين هنا في هذا المكان للكتل المتشبثة بالخلافات التي تحطم من وحدة صف المجتمع العراقي في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العراق؟ نقول لهم بأن هذه فرصتكم الأخيرة إن لم تصححوا مساركم وتنضموا إلى الشعب وتحتضنوا الشعب فإن لن يكون لكم أي مكان في الأيام القادمة وفي العملية السياسية القادمة. فإذا أرادوا أن يخدموا شعبهم فعليهم أن يضعوا يدهم بيد الشعب ولا يبقون متمسكين بالمناصب والكراسي الذين أفسدوا بها عانى منهم الشعب الأمرين منذ استلام للسلطة ولحد الآن. فلذلك إذا كانوا وطنيين حقا عليهم أن يدعموا هذه المطالب الوطنية لأنها مطالب وطنية لكل العراقيين بكافة أطيافهم. فإذا كانوا وطنيين فليدعموا هذه المطالب. أنا أشكرك جدا. جزاكم الله خير. الله يبارك جزيلا. بنفسك. حاج سالم عايش عضو لجنة التنظيم الاعتصام الوطني. اليوم كيف قرأتم كلمة السيد مقتدى الصدر؟ والله الكلمة واضحة للعيان وحقيقة جامعة شاملة لمطالب الشعب العراقي. وبالتالي هي كانت مجموعة من النقاط المهمة التي خصت العديد من مفاصل الحياة اليومية للمواطن العراقي. كيف أشرتم إمكانية تطبيق هذه النقاط؟ والله كما قلنا سابقا إن هذه فرصة للحكومة أن تعمل بهذا المنهج وهذا المشروع الكبير الذي يراد منه سعادة الفرد العراقي والمجتمع العراقي والشعب العراقي الذي عانى ما عانى من الويلات وعانى ما عانى من الحكومات السابقة لتهميشه ونهب خيراته وفضلا عن ما حل من دمار وفساد وحروب واحتلالات لهذا البلد المظلوم. واحدة من النقاط المهمة التي ذكرها السيد الصدر هي إنهاء حكومة المحاصصة، هل بإمكان السيد العبادي اليوم إنهاء هذه الحكومة؟ كما قلت لك حكومة المحاصصة. نعم كما قلت لك إنها فرصة السيد العبادي وهذه فرصة لا تعوض أبدا. فهو الآن عنده جميع أبناء الشعب هم ساندون له وعليه أن يكون أو يتخذ هذه الخطوة بأسرع وقت لإنهاء حكومة المحاصصة لما فيها من أضرار جسيمة وفشلت فشلا ذريعا في تقديم كل ما هو مطلوب لأبناء الشعب. هل فهمتم من هذه الكلمة التي تفضل بها سيد الصدر بأنه يدعم العبادي لحد الآن؟ طبعا هو أعطى فرصة كبيرة للعبادي وهذه أنا أقول فرصة الرئيس الوزراء فرصته أن يكون صاحب موقف لأبناء شعبه.
والمشكلة الحقيقية المتجذرة بين الكتل السياسية التي كل يغني على ليلاه وكل يطالب بمستحقات الانتخابية إلى غير ذلك، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا عليه اليوم. طبعا نحن نعلم جميع أو تمام العلم بأن هذه الأصوات التي تبدر الآن وتحاول أن تعثر هذه العملية هذه أصوات نشاز، بالنتيجة هي تريد أن تثني عزيمة أبناء البلد، تريد أن تعطل همة الغيارة من أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم، فضلا عن إشارة على أنهم يدافعون عن المفسدين. هل تعتقد أن مثل هذه الاعتصامات تؤثر على معركتنا مع داعش؟ يعني طبعا تؤثر إيجابيا وليس سلبيا. نحن البعض عذرا راهن على تمزيق وحدة الصف الشيعي. هذا الاعتصام هو مجموعة من فسيفساء الشعب العراقي وفيه طوائف كثيرة، وأنت لو تجولت في مواقع الاعتصام لوجدت كثير من طوائف الشعب العراقي ومثقفي الشعب العراقي، العلماء، الأطباء، المهندسين، المسيح، كل طوائف الشعب العراقي هم الآن في خندق واحد. الآن الشعب العراقي بهذا الاعتصام وبهذا المشروع توحد، وتوحيد الشعب العراقي هو يفكك أو يشظي ما يسمى بمنظومة داعش الإرهابية، فإذا توحد الشعب لا تستطيع أي قوة بالعالم أن تقهره. برسالة أخيرة وعذرا للإطالة توجهها إلى الكتل السياسية المتشبثة بكراسيها. نقول لهم جميعا إن الجماهير أقوى من الطغاة. أنا أشكرك جدا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج قاسي الكلام، جئنا صباحا إلى هذا المكان الذي يتجمع فيه العديد من أطياف الشعب العراقي، جاءوا ليطالبوا بالإصلاح ليس إلا، وجئنا قبل قليل أيضا واستمعنا إلى كلمة السيد الصدر والنقاط العديدة التي ذكرها، وكلها تصب في صالح المواطن العراقي. نتمنى من الحكومة العراقية الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه، وأيضا نتمنى من الكتل السياسية التي لحد الآن تعلن في الإعلام بأنها مع الإصلاح لكنها عكس ذلك. العراق أهم من الكتل السياسية، العراق أهم من كل شخص ربما يفكر بأن وجوده في الخضراء أو في مركز الوزارة أو في أي مكان آخر كمدير عام إلى غير ذلك سيعمر إلى أبد الآبدين. إذا لم تكونوا باستطاعتكم تقديم المساعدة بشكل صحيح وتقديم الخدمات للمواطن العراقي من خلال موقعكم، اتركوا الموقع. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج قاسي الكلام. شكرا لكم، في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.